السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم مشيت انا وراجلي للمغازه ديال بيوت، وبغيت نشوف واحد الاسبيراتور للاخت ديالي بغات تشريه، وقالت لي عافاك شوفي لي معاك. هي مشات لواحد المغازه اخرى وانا مشيت للبيوت. قلت لها غادي نشوفو فين غادي نلقاو الاثمنه مزيانه وباش تشري. هي مشات دارت مغازه اخرى وانا مشيت للبيوت. المهم خليكم معايا وما تهربوش، خليكم معايا حتى التالي وتشوفوا معايا الاثمنه. وكما كنقول لكم ديما، اللي ما شريت نزه. انا بعدا كيعجبني نمشي للمكازات، ندير المكازات ونتسارى ونشوف ونفوج، واخا ما نشريش المهم نشوف ونفوج. مع راهم دايرين السولد وكاين الاثمنه مناسبه بزاف بزاف، وقلت علاش لا ندير معكم واحد الدويره خفيفه ظريفه وندير لكم فيديو وتشوفوا حتى نتوما معايا الاثمنه وتشوفوا يعني شنو حاطين شنو ما حاطين شو هادشي اللي كاين. المهم دوزت الاسبيراتور، هما راكم شفتوا الاثمنه ديالهم شحال دايرين. وهنايا شنو كاين هنايا عاوتاني، شنو كاين هنايا؟ كاين الفراران، كاين هادو الفران ديال الضو، تا هما زويونين بزاف بزاف. وكاين الاثمنه ديالهم هانتوما، هذا 199 اورو كبير، وهذا غير 89 متوسط، وكاينين هاد الصغار هادو كيديروا غير 39 اورو. يعني في كل واحد على قد جيبو، اللي بغى الكبير على اللي بغى المتوسط اللي بغى الصغير. المهم كلشي موجود والفران زويونين. وكاين لي ميكرو اوند عاوتاني، تا هما كاينين الرخاص وكاينين الغاليين وكاينين الزوينين وكاينين الخايبين. المهم كلشي راه كاين. المهم اللي ما شريت نزه كما كنقول لكم، بقاو معايا حتى التالي وما تهربوش. انا ري بنت هنايا، انا ري راجلي غيطير ليا الراس. المهم خليكم معايا ما تهربوش، وما تنساوش ديروا جيم دابا دابا دابا، ما حدكم كتشوفوا معايا هاد الفرارن، ديروا جيم. اللي مازال ما مشتركش معايا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد كنحطو، واللي ديجا مشترك معايا يخلي ليا كومونتير زوين بحالكم. المهم كيعجبني صراحه، يعني بكل صراحه غير كنلقى لي كومونتير بزاف في لا فيديو ديالي، كيعجبني الحال وداكشي كامل كيزيد كيقويني باش انني نزيد نجيب لكم الجديد. شوفوا معايا هاد الكوزينه تاع البنات الدراري كلشي مشاهدين، زويونين بزاف بزاف وسهلين في الغسيل وسهلين في المسيح. يعني حتى الا تزلعت لكم شي حاجه عليهم يعني كيكونوا سهلين بزاف بزاف باش تمسحوهم. يعني غير كديروا داك بشبش بالبرودوي ومسيحه خفيفه وكيخرجوا صراحه كيشعلوا. هادو ديال الدجاجه، هادو شويه بعاد الحديد، هادو ما كيعجبونيش. والاثمنه صراحه دايرين فيهم السولد كما كتشوفوا روعه. هادو ديال الضو، هاد البلاكات هادو ديال الضو، هادو ما كيعجبنيش انا الطياب على الضو، كنفضل الطياب على الغاز على الضو. المهم كل واحد وشنو كيعجبو، كل واحد المهم وشنو يقدر يدير في الدار ديالو. المهم انا شديت لكم غير كمثال وانتوما تشوفوا كل واحد وعلى حساب شنو باغي. المهم بغيت تعرفوا الاثمنه بعد، على الاقل تعرفوا الاثمنه وشحال كيديروا وشحال، يعني واش غاليين رخاصين وهذا اللي كاين. ها نتوما كتشوفوا هذه راه مخيره. المهم تهلاو لي فراسكم، درت معكم دويره خفيفه ظريفه ما طولتش عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف كما كنقول لكم، ودعموني وتهلاو لي فراسكم وكنبغيكم. بيزو بيزو، الى فيديو قادم ان شاء الله.